8 عائلات مصرية بتنافسوا في الثقافة والعلم، والهدف الحصول على كأس العباقرة الموسم الأول للعائلات. أول عائلة مشرفانا في الاستوديو قدرت توصل لدور الثمانية بعد ما فازت على عائلة فواز وعائلة الدين. من الهرم محافظة الجيزة نرحب كلنا بعائلة مهدي. عائلة مهدي، الأب محمد مهدي ومدام سهام مهدي وأولادهم سيف مهدي وميار مهدي. عائلة مهدي ألف مبروك إن أنتوا تأهلتوا لدور الثمانية. الله يبارك فيك. جاهزين لماتش النهاردة؟ إن شاء الله. بالتوفيق لعائلة مهدي.